باشمهندس ميكانيكا، اتعرف بحضرتك الاول. مهندس بشوي فكري، اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تشرح لنا بعد اذنك؟ هي اولا دي كده ال 12 صومعه، ده يبين كل صومعه فيها قد ايه قمح. يعني اي حد يخش يعرف من خلال البرنامج ده، برنامج الرونين، احنا عندنا كم طن قمح في الصومعه. نعم، بدون ادنى مجهود يعني. هنا برضو نظام الكنترول، تبدا العربيه تفضي الاول القمح هنا في التراك انتيك، اللي هي نقطه السيارات اللي احنا كنا عندها بره، اللي احنا شفناها بره. نعم، القمح بينزل بتاخده سير. هنا ده مغناطيس، المغناطيس ده بياخد اي شوائب حديديه في القمح، ده برضو كنوع من الفلتره يعني. في الاول في الاول ده مغناطيس بياخد اي براده حديد، اي شوائب حديديه، كنوع من الفلتره للقمح. كويس، بياخده سير تاني. اول ما بينزل على طول، دي اول ما بينزل القمح على طول. اول مرحله هنا، اول مرحله هنا دي كده يعني العربيه المفروض بتفضي القمح. نعم. هنا اتفضل. بعدين بعد كده بيمشي في سير. السير ده بيعدي على المغناطيس، بياخده سير تاني. ايوه، بعد كده السير تاني بيعدي على الاربع اليفيتورز. الاليفيتور اللي هو دكتور روجي كان بيقول عليها بره، اللي على البرج. الاليفيتور دي بتاخد القمح من تحت، من منسوب الماينس 3.5، بترفعه لغايه فوق في البرج. بعد كده من خلال سيور ثانيه بتبدا تاخد القمح للصوامع. هنا بتاخد القمح. نعم، برضو في اثنين اليفيتور هناك، ودول الاثنين التانيين. بعد كده بيبدا السيور علويه تاخد القمح تدخله جوه الصوامع. انا بقى من عن طريق الكنترول، من خلال بوابات الكترونيه، بتحكم انا احط القمح في انهي صومعه. حضرتك اللي بتحدد. انا اللي بحدد انا احط القمح فين. كويس. برضه في التفريغ نفس الكلام. يعني برضه التفريغ دي سيور علويه بتملى القمح، في سيور سفليه في مرحله التفريغ. نعم، باخد القمح من السيور السفليه. السيور السفليه دي، وبرجعه تاني على صوامع اللي هنا. اللي هنا دي. اثنين دول. بترجعه فين؟ برجعه تاني على صوامع التفريغ. صوامع. نعم، على صوامع التفريغ دي. نعم، دي كده منوره ان دي فيها قمح دلوقتي. بيعدي برضو على موازين، اعرف ان الميزان قد ايه. تبقى عارف ده يا فندم ميزان، ده ميزان. يعني انا بعدي القمح على الميزان، اعرف انا دلوقتي حطيت في الصومعه كام طن قمح بالظبط. وده ميزان برضو. ده كلينر اللي هو الغربال اللي بينقي القمح الاول قبل ما يخش الصوامع. نعم، المفروض القمح اول ما بيجي بيخش على الكلينر، تعمل له عمليه فلتره، تفصل كل الشوائب اللي فيه، وبعد كده يخش على صوامع التخزين. هنا دي اخر مرحله فلتره في المنطقه دي. فاحنا عندنا الكلينر وعندنا المغناطيس في الاول ياخد الشوائب الحديديه. الكلينر بيفصل حبايه القمح عن اي حصى او زلط او اي حاجه ثانيه. بعد كده بتخش على صوامع التخزين، برده في النص في فلاتر بتاخد كل الاتربه اللي في القمح. يعني المفروض القمح بيوصل صوامع التفريغ قمح تم تنقيته، قمح بيور يعني. كويس، اللي هي دي اخر مرحله. دي اخر مرحله، بعد كده بتنزل تيجي العربيات القمح الشاحنات، بتاخد القمح وتطلع بيه بعد كده على المطاحن. يعني هنا دي اللي هم دي اخر حاجه. اخر مرحله دي صوامع التفريغ، بتاخد التريلات، بتاخد القمح من صوامع التفريغ توديه على المطاحن بعد كده. يعني دي اخر مرحله للقمح عندنا. بتقدر تعرف اي كميه داخله لك؟ داخل عندك مثلا 10 طن، 20، 100 طن، احنا عندنا خرج من عندك قد ايه؟ تقدر تعرف الكميات واللي باقي قد ايه؟ طبعا طبعا. يعني تقدر تعرف لو في مثلا طن مختفي تقدر تعرفه؟ طبعا طبعا تقدر. طبعا احنا اولا عندنا ميزان بسكول بره العربيه اللي بتيجي، بنوزن احنا استلمنا قد ايه قمح، وبعدين القمح لما بيدخل بنوزنه برده تاني بالموازين بتاعه البرج. فبيبقى عندنا متسجل احنا دخل لنا كام طن قمح. نعم. التفريغ نفس الكلام. يعني انا لما باجي افضي القمح بعديه على الميزان تاني واعرف انا هفضي قد ايه بالظبط. الحاجة التانية ان اي حد يخش الصومعة عايز يعرف فيها قد ايه قمح، من خلال نظام الرونين يعني سهل قوي، حتى هو باين من على الشاشة، انا اعرف هنا في قد ايه قمح، هنا في قد ايه قمح. الموضوع في منتهى البساطة، في 5 دقايق اي حد يعرف احنا عندنا اجمالي الصومعة قد ايه قمح. والقمح بيتوزن لما بيدخل وبيتوزن وهو خارج. سهل جدا الصومعة، يعني الكنترول عليها في منتهى البساطة، اسهل بكتير. صعب انه او سهل انه اي حد ممكن يلعب في اي حاجه، ولا في مسؤولين بعينهم هم اللي هم مسؤولين عن الصومعة ديت، الدخول والخروج بالنسبه للشحنات القمح اللي جايه؟ لانه حضرتك طبعا اكيد عارف الازمه اللي عارفينها، فمش عايزينها تتكرر مره ثانيه. وانت الدوله بتعمل الصومعة ديت، وانتوا شغالين في ده عشان تحافظوا كمان على القمح وما يبقاش فيه فساد في الموضوع. المنظومه بتستلم القمح الشركه القابضه للصوامع، من خلال البوابه برضو اي عربيه بتخش بتسجل كميات القمح اللي دخلت، وهي خارجه بتسجل كميات القمح اللي خرجت. الكنترول في الصوامع في منتهى السهوله، سهل جدا، اسهل بكتير من الشون. لان ببساطه انا عارف اللي دخل بالظبط قد ايه، وعارف اللي خرج بالظبط قد ايه. الحاجه الثانيه ان انا في اي وقت ادخل اعرف انا عندي قد ايه قمح في الصومعه، من خلال برضو نظام ده، نظام ليزر متثبت فوق كل صومعه، بيقدر يقيس انا عندي قد ايه قمح جوه الصومعه.
الحاجه الثانيه في اكتر من ميزان جوه الصومعه. يعني انا القمح اللي دخل لي 50 طن من خلال الموازين اعرف ان هم 50 طن واسجل انا عندي دلوقتي 50 طن، لما باجي اصرف دخل لي 50 بصرف ال 50 طن. نسبه الهدر تقريبا قد ايه اللي ما بين الدخول والموجود اللي بتوصل له او اخر حاجه بتبقى موجوده عند حضرتك؟ نسبه تقريبا 1% 2% تقريبا قد ايه؟ يفترض ان هي لو يعني القمح نضيف ما فيهوش نسبه ضغط عاليه او ما فيش اتربه عاليه، المفروض ان هي بتبقى ما فيش هالك. المفروض ان الهالك 0%. يعني الصوامع معموله برضو عشان تقلل نسبه الفاقد في القمح والهالك في القمح. بالكتير قوي زي ما حضرتك بتقول ممكن 1 2% لو في نسبه هالك يعني. الاول كنا بنتكلم على 30 40% تقريبا الشون واكتر من كده كمان. لا مفيش في الصوامع 30 40%. حضرتك شفت القمح بينزل ازاي وبتخزن ازاي؟ السير بياخد القمح، يعني كل حبايه قمح نزلت في السير بتحط جوه الصوامع. الوحده كلها مغلقه. مفيش حد بيمد ايده على القمح، مفيش عربيات بتخش، مفيش ايد بتخش القمح. احنا ما بنمدش ايدينا في حاجه، من غرفه الكنترول بنتحكم في كل حاجه في القمح. دكتور رشدي، عايزين المرحلة التالية اللي بعد كده غرفة التحكم.